بيشتغل للطوارئ وصار الانفجار. نحن كجامعة أمريكية عنا عادة خطة استجابة للحوادث الكبيرة، بس هذا الحادث كان غير. هذا الحادث كان كارثي، يعني بخلال ثواني دمرت نص بيروت، وبنفس الوقت دمروا 3 مستشفيات ومستشفيتين كبار كمان تعرضوا لضرر كبير. نحن ساعتها عنا هذا نظام الاستجابة للكوارث وعملينه اكتيفيشن اللي هو اسمه ديزاستر كود. هيدا ديزاستر كود بيخلي كل الموظفين تبع المستشفى وكل الاطباء والتلاميذ الطب والممرضات كلهم يستجيبوا، والممرضين يستجيبوا لهيدي الكارثه. عاده عملنا شيء اسمه فول ديزاستر اكتيفيشن كود. كان صراحه كتير صعب لانه دغري فجاه يعني اجى عدد هائل من المرضى، فوق ال 500 جريح وبيناتهم فوق ال 12 قتيل. الأعمار اختلفت كتير، كانوا نسوان رجال ولاد، كان في كتير ولاد. صراحة بتذكر وجوه، بتذكر كتير وجوه كلها دم. تلقينا عدد كبير من الحالات عند الأطفال بعد الانفجار المشؤوم ببيروت، وتراوحت الحالات بين حالات بسيطة يعني جروح وخدوش لا حالات قوية كتير استوجبت دخول المستشفى وإجراء عدة عمليات. هلأ أكيد الأطفال يلي واعيين وعم بيفهموا أو ما فهموا كتير شو عم بيصير، هولي لجأنا لأطباء النفس لحتى يحكوا معهم ويحكوا مع أهلهم إذا كانوا الأهل موجودين، لحتى يساعدون يتغلبوا على الصدمة النفسية يلي نتجت عن الانفجار الأول. انفجار بأربعة آب أدى لردات فعل نفسية مختلفة عن معظم الأشخاص. في منا احتاج متابعة مختصة أكثر من غيرها، وبمحلات معينة ردات الفعل بتطلب تدخل أكثر مختص. عادة نعتبر أنه أول فترة زمنية بعد الانفجار أو بعد حادثة تروماتيك اللي هي تقريباً 4 أسابيع من بعد الحادثة، نتوقع أنه يكون في عوارض معينة عند الأشخاص بتحتاج مراقبة ومتابعة، بس مش ضروري تكون هالمتابعة مكثفة كتير. بعد فترة زمنية بنشوف أن الأشخاص أمرار بيصير عندهم ردات فعل بنسميها Post Traumatic Stress Disorder، يلي بتصير هيدول بيصير في عندهم Avoidance لأشياء معينة، مكان أماكن معينة، أشخاص معينين يلي بتذكرهم بالإيفنت التروماتيك إيفنت. كمان واحدة من الأشياء الشائعة كتير اللي عم نشوفها هي Feelings of Guilt أو الذنب والبليم اللوم. في كتير أشخاص بتحس إنه هي كان بمحل معين عندها مسؤولية أو كان فيها تلعب دور معين لتحمي شخص معين من إنه يكون يتأذى أو ينقتل بالانفجار. كمان واحدة من الأشياء اللي عم نشوفها هي مع الأشخاص اللي انجرحوا أو تأذوا جسدياً خلال وقت الانفجار، أمرار الشخص الحالة الجسدية تبعيته أو الحالة الخارجية تبعيته بتنعكس على الحالة الداخلية، والحالة الداخلية كمان بتنعكس على الحالة الخارجية. فكتير مهم أنه نقدر نساعد الأشخاص يكون عندهم توقعات واضحة واقعية على المراحل اللي رح يقطعوا فيها أو معقول يقطعوا فيها من خلال بفترات الشفاء الخارجي.